استعاده الكوره بسرعه في وقت من الاوقات برضو. خلينا نتفق ان في وقت من الاوقات تحس ان في اجهاد، يعني في وقت من الاوقات لا في التعاقب المباراه وتتالي المباراه باين في لعيب هياثر عليها، وخروج الشحات في وقت هايل مش عشان اداؤه، لا هو محتاج ياخد الوقت ده بالذات في الوقت ده. فانا شايف في اجابات كتير جدا، تمركز خط الظهر برضو في اجابات كتير. احنا برضو محتاجين بس شويه، هي الحاجات ليها علاقه بالتحركات الاماميه. بقى في سرعه في الاداء ولكن التحركات محتاجه تتحفظ شويه، في حاجات من عن طريق اللاعبين وفي حاجات عن طريق الكادر التدريبي، فده مهم جدا انه يحفظ شويه ان احنا نقدر نشتغل عليه. واعتقد ده هيبقى موجود، يعني كنواحي دفاعيه ولا نواحي هجوميه؟ نواحي هجوميه، نواحي هجوميه. التحركات الهجوميه جزء شقين، شق موهبه عند اللاعب وان هو بيشتغل فيه بشكل كويس بيقدر يغير مواقف، وجزء تاني بيبقى فيه التزام شويه من المدير الفني. انت تشتغل فيه لعيب بيجري قطري، لو جبنا الكاميرا على موسيماني في كذا كوره جت بيحاول عايز اللعيبه على طول تجري قطري، عايز الشحات يجري قطري، عايز كهربا يجري قطري في ظهر الديفنس. فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي اعتقد هتعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. شوط تاني جيرالدو برده، انا شايف ان جيرالدو عمل احسن وقت ليه لعب فيه السنه دي. عمل يعني ادى بشكل كويس جدا، كنترول على الكوره كويس جدا في الحاجات اللي جات له. عمل كرات عرضيه، عمل كوره كويسه للكهرباء، عمل كوره بوش رجله الخارجي اللي برده الكهرباء. ففي حاجات ده بشكل كويس، ودي برضو حاجه من الحاجات الايجابيه. لما تلاقي لعيب عندك بعيد بقى له فتره ويجي مدرب جديد في اول بدايته بياخد الثقه دي برضو حاجه ايجابيه. عكس انت طول الوقت انت مع مدرب وطول الوقت بتادي اداء شويه مش بتاعك او اللي انت الثقه هربانه، فدي برضو حاجه من الحاجات الايجابيه اللي بنشوفها النهارده. في ايجابيات كتير، محتاجين شغل تاني اكتر. اعتقد الكور الثابته والاوتات بقى فيهم شغل النهارده. الاوت في كام اوت الشوط الثاني على ناحيه فتحي بقى في ثلاثه موجودين، في سويتش بيتعمل بين الوينج ولاعيب نص ملعب، وكمان الفيرود موجود. في كذا حاجه اتعملت، واعتقد فرصه حلوه انك يعني انا مش عايز اتكلم على فايلر بس فرصه حلوه لما تدخل على فرقه ما بتعملش الحاجات دي، فاي حاجه هتعملها صغيره هتبان. واحنا النهارده شفنا عاملين عدد ايجابيات صح. بمجرد انك بدات تركز ان في حد تركيز بس قليل صحيح، ودي حاجه برضو من الحاجات الايجابيه.